براسي اللي بروس الرجاجيل. حتى ردك زين يا اخي، ردك شعر. الله يطول عمرك. الله يوفقكم يا اخواني. وش رايكم ندخل في الجد؟ ندخل في الجد. وحده والله صلوا على النبي. قلت اذكارك. لا انا قلت بس اذكر الله وصلوا على النبي. هذا اللي سويته. انا ما ادري استغفر الله. راحوا الشباب وطلعوا شاعر القمة اليوم الثاني يوم الثلاثاء. اجتمعنا فيكم هنا في غرفة النوم. كان معنا ثلاث مقدمين أو اثنين. قلتوا التحدي قوي يا محمد. أنتم حطيتونا الحين في تحدي قوي وعلى دق عظم وفي آخر الأسابيع. وحنا إن شاء الله إحنا كفو وشلنا. إذا شلنا الليلة لين يرجعون أخويانا. وش قلت لكم يا نص إذا تذكر في الاجتماع هنا؟ أي طول السلام. وش قلت؟ قلت محصنين ما تطلعون ولا واحد يطلع فيكم برايب صح ولا لا؟ أي نعم. ومحمد كنت معنا في الاجتماع؟ مناحي صح ولا لا؟ كان معنا أبو مناحي، كان معنا ريان البلوي. حتى أبو مناحي كان يبغى يصيد على طول بيخرب القضية. في كان في حدث صار، كان في يعني مصيبة حصلت، فأبو مناحي كان بيصور عشان ينهي هذا العرض. ولكن لا، الشباب كانوا صامدين وعز الله صامدين لين المقطع جاهز. عطنا العرض كان يعني صالح إلين صار اللي صار. نشوف المقطع. رياكشن حقي كان رياكشن محمد وانا اشوف اللقطه. طبعا ديبان يتوقع ان ليش مشيت؟ ليش ما وقفت؟ وين رحت؟ انت طلعت من الكادر وين وقفت؟ ليش؟ بس كنا كنت بضرب ناس وهجيت انا. حلو. فواساس ان المخده ما جت على الكاميرا، ترى جت تحت التلفزيون هذاك اللي بالمص، ما هي حول الكاميرا ابد. حنا طبعا انت تبيها تجي فيها؟ ما ابيها تجي. يعني انت ما صفت الهدف قصدك؟ مو سالفة اني ما صفت الهدف. كان لك هدف من الرميه؟ انس. انس. لو ترجعون بالمقطع تشوفون انس كان واقف هناك. انس انت مضيع ولا كنت تبي وش سالفة؟ كارثة. انس فوق لذا الدرجة؟ مو فوق. انس عملاق لذا الدرجة؟ يا ابو منصور. يا الربع شوفوا المقطع وين ابو منصور. سيدي الفاضل. انت صدق كنت تبي انس؟ اي والله. لا. اسمعني بصدق كل شيء الا انك كنت بي انس. خلينا نتكلم. اول شيء كنا جالسين هنا انا وانس محمد شبيب، كنت جالس على كرسي انا هنا. انت ليش مبتسم؟ اسمعني. انت ليش مبتسم؟ بتكلم. انت خربت العرض. انا ما اخطيت ابو منصور. انا والله حق ما اخطيت. ما اللي اخطا؟ ما حد اخطا، انا ما اخطيت. هذا مو خطا اللي سويته انا. صح. اني ما ضربت الكاميرا ولا اني حوله. الحمد لله. فانس جاي يمشي من هنا واخذت المخده انا بضرب انس. بعد؟ ايه. حلو. بضرب انس بالمخده. فالمخدة ضربت بالجدار اللي تحت لك ولا هي حول الكاميرا ابد، ليته فوق التلفزيون عشان اقول لك حول الكاميرا، قبلها يعني تحت التلفزيون بعد. عزيزي المشاهد، فشل الاستاذ الشيخ ابن طواله في اصابة الهدف. هو يعترف صح؟ هدفي انا اسرع وليس الكاميرا، نفس ما تقول ابو منصور. يعني احنا بننتظر. وش رايك نعطيك ذا الحين لين تضرب الكاميرا؟ انا ماني حول الكاميرا ولا ابي عشان تقول لي انت. نبيك تضرب الكاميرا احنا. ما ابي اضرب، اضربها ليه؟ صح. اضرب الكاميرا ليه؟ صح. انت ما احنا ما راح ننتظرك يا استاذ. اول شيء المسح باليد يا اخواني والله ما له سنة. عاد انتم بنفسياتكم الاسبوع ذا يعني تعبانه، ويجي احد يعطي يخمك بال شو اسمه المخده على راسك. تحملون بعض؟ يلا نتحمل بعض. انت انصدام جاك كذا، انت جاك برود.
طرى عليك العرض يا محمد؟ لا والله ما طرى علي العرض. طرى عليك أنس. أنس جويد والله أنه طرى عليك إن رجالي جاب العيد. والله أنا اللي خشيت ورا الديكور هذا يا منصور. أنت وين دخلت؟ ورا الديكور. لا ما أتوقع. والله دخلت ورا الديكور. هذا صدم محمد. كيف دخلت ورا الديكور؟ أصدم أبو شميل. أحرجك خليك تدخل الحين. قم. سب. قم. إذا ما دخل أنس تدخل أنت في مكان ثاني. يلا بو. ها؟ يلا. لا تن يا ساتر انتم كاسرينه سام كاسرينه لا هو ذا كذا تصميم كاسرينه اطلع لك مجاده اطلع مجاده ثانيه انت الحين ضاقت عليك القريه كل بالمزرعه ولا خشيت لهنا والله تعال لما الطافي كما طافي طيب الاسلاك اللي وراك سام الاسلاك لا ما في اسلاك الكهرباء ما في اسلاك لا على كلها فوق اي صح على الطاقه الشمسيه لا فوق اوكي خذيت الشيك انت الشيك ابو محمد عند ابو شبيب طبعا احنا ما راح ننتظرك لين تكسرها يا ابو فحفاظا على ممتلكات الـ 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 القريه اوكي عاد عندك شيء تضيفه محمد تقول لي تقول ما اقصد انا ما اقصد ولا انا حوله اسمعني منصور ادري وين انت بحوله ماني حوله عشان تقول لي انا ما ابي انتظرك ادري وين انت بحوله الكاميرا رجت احنا بس قصدنا عشان ما تقول انت قاعد تقول لي بس لا تبدا خلاص انا فاهمك فاهم محمد دقيقة ابى اوضح فهمني والله ادري والله كان واضح والله واضح يا محمد اخواني الغاليين محمد انس يعطيكم العافية كبارية النسخة قدمتوا لي